لماذا ينصح خبراء الموضة بوضع بنطلونات الجينز في الثلاجة عوضا عن غسلها؟ شاهد الفيديو لتكتشف ذلك. تنظيف بنطلونات الجينز من أكثر الأمور تعقيدا لدى الكثيرين، خاصة وأنها أغلبها يتعرض للتقلص والجفاف الشديد بعد عملية غسله، مما يتسبب في صعوبة إعادته لشكله الطبيعي. ونصح العديد من خبراء الموضة بوضع بنطلونات الجينز في الثلاجة عوضا عن غسلها المتكرر، وذلك للحفاظ على شكلها بالإضافة إلى التخلص من الروائح غير المرغوب فيها وقتل البكتيريا دون التأثير على شكل أو حجم السروال. أما بالنسبة لأنواع ملابس الجينز وطريقة غسلها، فقد أشار خبراء الموضة إلى أن الملابس الجينز من أكثر القطع استخداما بين الجنسين لقدرتها الكبيرة على التحمل ومرونتها العالية خلال العمل، أمر الذي يعرضها للاتساخ بشكل أكبر مقارنة بالملابس الأخرى. ووفقا لخبراء، فإن عملية تنظيف الجينز تعتمد على نوع الأقمشة التي يصنع منها، فمثلا بنطال الجينز الكلاسيك المصنوع بالكامل من خيوط القطن لا ينصح بغسله إلا لضرورة فقط، ونصح باللجوء للثلاجة للتخلص من روائح الكريهة من فترة لأخرى. أما بناطيل سكيني فمن الأفضل غسلها باستمرار لتتقلص وتعود إلى شكلها الطبيعي من جديد. أتمنى أن فيديو اليوم وموضوع اليوم قد نال إعجابكم. لا تنسوا التعليقات فهي مهمة بالنسبة إلي. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو آخر.